يستضيف ملعب أسطاد 974 بالدوحة الجولة الأولى بين المنتخب المكسيك والمنتخب بولندا في قمة المباريات اليوم. لكي تشاهد المباراة معنا فضل الضغط بزر لكل الشراب الغنيات وتابع معنا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في تم الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تنقل وتذاع المباراة على قناة بين سبورت ماكس وحيد الناقل الحصري للمباراة بتعليق عامر الخوديري. تجدون الرابط في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بكل شراء بالقناة وتفعيل خاصة ترتدى على الكل لكي يصلك المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.